قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وسبحان الله وسبحان الله وما أنا من المشركين. البشيل حق الله ادي لفلان، ها سيدي طاقية، طاقية دي عند اخونا ده، انا سيدار القلم بتاع اخونا ده، بقول له ده اديني القلم ولا العنده ده، بقول له جيب القلم، العنده صح ولا ما صح؟ الرزق عند منو؟ عند الله. انا لا اقول يا شيخ فلان اديني رزق، هو الرزق عند منو؟ عند الله. الجنة اللي بديه منو؟ الله. انا لا مش لفلان اقول له اديني جنة، وهو بدي الله سبحانه وتعالى، والله ما داير وسايط، قال لك تعال لي عديل، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا شنو؟ إذا دعان. بس أنت كيف تدعوه؟ وما تقول أنا عندي ذنوب، لو عملت أي شيء، سكرت، عملت الفواحش، بقيت تغني، بتسف، بتسجر، بتاع كشتينة، بتعظم، أنا بتكفل عمياء ما عمياء، كله تسأل الله بتجاوز عنك ولا ما بتجاوز؟ بيغفر ولا ما بيغفر؟ يا جماعة الناس تحسين الظن بالله، نحن والله دارين الناس تتعلق بالله، كريم ولا ما كريم؟ كريم، يبقى تلجأ للكريم. البشر ديل بخلا يا أخي، ها سامش ليزول قول له اديني 50 جنيه المرة عيانة بديك ليها، بكرة تعال له قول له جيب 200 الولد، الأولاد طردوهم من المدرسة بديك لين، بعد يومين تعال له قول له اسمع ناس الضرائب جوني جيب 500 ما بترضك؟ قول لك انت كل يوم جايين يا اخي، انت كل يوم الشغلة دي شنو؟ لكن الله حصل سألته قال لك انا ما عندي، حصل ولا بقول لك، لانه قال ما عندكم ينفد وما عند الله باق. بس انت تسأل الله، تتوجه الى الله. الحاجة الثانية يا جماعة والأخيرة، الزول يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام، دي دعوتنا، لا تتبعنا نحن ولا تتبع ناس فلان ولا ناس علان، تابع الرسول عليه الصلاة والسلام. في راجل أحسن منه؟ في لاقاك أنت أحسن منه؟ في ما في، يبقى يتبعه. لما يقول لك كلام أسمع كلامه، واسي الناس اللي بيضحكوا علينا نحن بيشوفوا شكلنا ده بيضحكوا ساي ما جايبين خبر، يقول لك انتوا الدقن دي مربينا على شنو؟ انا ما الرسول قال ربوها، تقايل ما لقينا موس، موس راك ده قاعد، لكن الرسول قال حفوا الشوارب واعفوا اللحى، عشان كذا عفيناه. وبعدين انا واحد مر بموتر شافني، شاف الدقن دي قال لي عامله زي التيس، قال لي والله زول تقول فاكه منه، قلت له يا ود في تيس وجيه كذا، قلت له التيس ده قلت له عنده شخيط واحد، وانا شغلتي دي مقفله كلها، انت ما شفت اللسد؟ قلت له اللسد، اللسد ومرته ابو دقنياتو، الله يزالكم، اللسد ومرته ابو دقنياتو مش اللسد؟ قلت له انت ما تقول لي زي اللسد، جاري للتيس يا بتاع التيس، كان بلة طوالي بقى مارك، بقى مارك طوالي، ما عنده حجه، يعني لك وقول لك تحت انت مالك لابس كذي بتعكروا دمنا، وده اللي بيقول لك بتعكروا، تلقاه بشجع ناس الكوره، تقول لي ميسي كيف؟ يقول لك كذي، تقول لك كريستيانو كيف؟ يقول لك كذي، تقول لك نيمار؟ يقول لك كذي. طيب ديل بيلبسوا لحد وين؟ ناس ميسي ديل مش للركبه وفوق مرات، وانا اطول ولا هن؟ مش انا؟ اعكر من انا وديلك متكيف منهم، هسه ده عنده فهم؟ ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال فما كان أسفل من الكعبين من الإزار فهو شنو؟ في النار. وتتبع الرسول في أي شيء صلى الله عليه وسلم، قال لك سبح تسبح، قال لك سبح بيدك، مشي لك حاجة زي جنزير الموتر كر 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 جاهلة جارية، رسول كان بيسبح بيده. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه في سنن أبي داود قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه
مسبح بها صابعه ما تجيب لك حاجة براكة دي وحاجات تدقدق فيها. سار الليل القرض قرش تقرمش قرض ليتا في زول قال لك وكل قرض والبلد دي ناقصة قرض وكل باسطة سايخ اضرب لك باسطة ومخبازة وشرب لك لبن بمزاج. والله يقول لك انتم متشددين، انا ما بي تشدد، متشددين هن ناس عاديين، احنا والله ناس ياكل من سوق ركشة وعربية وناس عاديين ما فيش. فلذلك انت تتبع النبي عليه الصلاة والسلام وتكون موحد وتكون زول تمام، وانا اكتفي بهذا القدر.